السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قناة وصفة وإفادة. الوصفة ديال اليوم واحد الحلوة غريبة بالحامض ومزينة بالمحل صفر ديال البيض. إذا غادي نحتاجو 4 البيضات. كاين هنا 4 البيضات، هادو غادي نديرهم وهادو غادي ناخد ليهم المحل الصفر ديالهم، وداك المحل البيض حتى هو غادي نديرو في العجين. وعندي 4 ديال الزبدة، وجوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال السنيدة، وجوج خمارات، جوج خمارات 7 غرام ديال الحلوى، وحامضة حامضة محكوكة غادي نحكها في هذا بهذا الشكل. ما غاديش يجي باين ولكن كيعطي، نوريكم كيفاش غادي ناخذ هذا بهذا الشكل. هذا ديال الحامض هو اللي غادي نعتمد عليه، حيت هاد الغريبه غادي تجي فيها النسمه ديال الحامض بزاف. اذا انا غادي ناخذ هذا نحكو ونبدا نصوب في الزبده مع السنيده. اذا على بركه الله، جوج كيسان ديال السنيده مع الزبده وشويه الملح، ونحكوا هاد الزبده حتى تذوب. اذا بقاو معايا نكمل الحامض اللي حكيتها، هو معلقه كبيره ديال مبشور الحامض. وندير البيض 4 البيضات، هذوك الجوج غادي ناخذ غير المحل البيض، والمحل الصفر غادي نخليه للتزيين. هاد الحلوى هي رخيصة وسهلة، وكيجي المذاق ديالها مختلف على الحلويات بحكم النسمة ديال الحامض، القشرة ديال الحامض كتكون الريحة مركزة بزاف. دابا من دابت لينا الزبدة ديالنا مع السكر وتخلطت مع البيض، نزيد الزيت جوج كيسان، هاد جوج كيسان راه تقريبا كيديروا جبانية متوسطة. اذا دابا غادي نبدا نزيد الدقيق تدريجيا. ملي درت الدقيق غادي نزيد الخمارات جوج،
خمرت فيهم 7 غرام، والدقيق تقريبا كيلو كيلو تقريبا ما كاملش، حيت منوش حاجة قليلة باش كتجينا العجينة شوية مرخوفة. اذا نجمع العجينه ونرجع لكم. اذا هي جمعت لي العجينه، هاد الحلوه غادي نصيفطها للفران، الفران ديال الزنقه، فران شعبي، باش كتجي ديك غريبه كتجي مفلحه كامله، غادي تجي شكل رائع. اذا تبعوا معايا، نجيب اللاطه نكمل وريكم قداش غادي نديرها. اذا نمحل الصفر ديال البيض، غادي نزيد عليه نقطه ديال الخل، الخل الابيض صافي نقطه باش تحيد منه ديك الزفوريه، وليني راه واخا الزفوريه ديك الحامض راه كيقضي على ديك الروائح كامله، كتبقى ريحه ديال الحامض هي اللي غالبه في هاد الحلوه. غادي نوريكم كيفاش غادي نديروها، ها هي كيفاش بحال هاد الشكل. شكل كيفاش كتجي، تجيب حالكم قوبة واحد شوية. إذا نكملوا العطاء ونرجع لكم. إذا ملي جبتها من الفران، ها هي كيفاش خرجت. داك المحل الصفر ديال البيض كيعطيها واحد المنظر زوين بهاد الشكل، والمذاق ديال الحامض. اذا غادي نديرها في التوصيل ديال التقديم، الطبقه ديال التقديم، نرجع لكم. اذا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى ان هاد الحلوى انكم تجربوها، راه كتجي زوينه زوينه ديال الدوازاتاي. اذا دمتم في رعايه الله، والى فيديو اخر ان شاء الله.